دلوقتي بقى عندي احساس ان اي حاجه هتعملها اثيوبيا لازم هتضرنا. لازم هتضرنا، لان احنا في علاقه صراعيه مع اثيوبيا، ليس علاقه تعاونيه، بدليل ان احنا عندنا ازمه كبيره معاها في صد النهضه. فطالما ان العلاقات الثنائيه هي علاقات حرجه او صراعيه زي ما بنقول، فبالتالي ممكن الاضرار بمصر ببساطة، يعني إضرار بالسودان أيضا، الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إضرار بالسعودية. يعني لا نعرف اتجاهات الدولة الإثيوبية فيما يتعلق باتجاهات سياستها الخارجية ومدى تدشينها لعلاقات تعاونية مع دول الجوار، لأنها في علاقات صراعية ليس فقط مع مصر، لكن أيضا في مشكلة مع جيبوتي، في مشكلة مع إريتريا. فكل هذه الامور تجعل، طب هي الناس دي جابت الفلوس منين؟ ده هم ما كانوش قادرين يدفعوا ال 33 مليون دولار اللي عليهم القسط. يا استاذ عمرو، انا قلت لك ال 33 مليون دولار دول كانوا يعني ايه، محاوله للاستفاده من السياسات الدوليه، لكن هم قدروا يدفعوا ال 33 مليون لانه دول مبلغ صغير. لكن بالتاكيد الاقتصاد الاثيوبي ليس اقتصادا ضخما، لكنه اقتصاد يستطيع ان يفي بمثل هذه الالتزامات، ولكن في نفس الوقت بيتم تمويله من جهات خارجية كمنح ومساعدات، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل أو من البنك الدولي على هيئة قروض. يعني لديه مصادر للأموال تستطيع أن تغطي مثل هذه الأداءات في السياسات الخارجية. طب بالنسبة لدولة الصومال اللي متاخد منها إقليم الصومال وتأجر منه 20 كيلو متر، دولة الصومال موقفها ايه؟ ده طبعا على السيادة، ما هو ده، ما هي مطلعة بيان ورفض هذا الكلام وأدانة الأداء الإثيوبي، لأن ده اعتداء على سيادة دولة الصومال. هو بيتم التعامل جزئيا مع قطعة من الصومال غير معترف فيها، وبالتالي ده بغض النظر بقى عن مسألة الميناء والقاعدة العسكرية، دي مسألة أخرى في الاعتداء على سيادة الدولة. طيب ايضا في شيء بقى اكيد ده يخصنا ويهمنا، انه